الله الرحمن الرحيم. فجع شعب البحرين باستشهاد الشاب الفتي السيد محمود السيد محسن عندما كان يقوم بواجبه في الاحتجاج ضد الظلم والطغيان، فأخذه الطغاة، أخذه الجلاوزة، أخذته مجموعة القتلة وأخذوه إلى شارع فرعي وقاموا بقتله بدم بارد. ما مصير هؤلاء القتلة؟ هؤلاء ستقدم لهم الجوائز وستقدم لهم الميداليات لأنهم قتلوا شعب البحرين. هذه هي فلسفة وعقيدة النظام الذي يحكم البلاد، تصفية البلاد من أهلها، تصفية شعب البحرين، إبادته بإما بالقتل أو الاعتقال أو السجن أو الطرد أو باستيراد شعب آخر. وهذه هي المصيبة. لقد حان وقد حان للعالم أن يفتح عينيه ليرى حقيقة ما يجري ويوقف هذه الإبادة الشرسة. ما قيمة عائلة تحكم بلدا إذا كان الشعب غير راض عنها؟ ما معنى أن يصمت هذا العالم على القتل والتعذيب ويدعم المحتلين والمستبدين والسفاحين؟ أليس هذا عارا؟ أليس هذا انقلابا على أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقيم الإنسانية؟ نحن لا نطالب من العالم إلا بأن يكف عن دعم هؤلاء الطغاة فسيسقطون. اعتماد هؤلاء الطغاة في البحرين اليوم إنما هو على الأجانب، يريدون أن يجعلوا شعب البحرين الأصلي من الشيعة والسنة أقلية، أقلية شيعية وأقلية سنية وأقلية من الأديان الأخرى، لكي لا تستطيع أي جالية وأي مجموعة من تحدي النظام. ليعي المواطنون البحرانيون الأصليون شيعة وسنة بأن هذا هو المخطط الخليفي، فليحذروا منه وليقفوا ضده وليعارضوه، وإلا فسيجدون أنفسهم غرباء في وطنهم.